انت مش اخر مره جيتي لي وقلت لك ابعدي عني، ابعدي عشان الفتره دي انا متلخبط مش عارف انا عايز ايه. ليه صممتي؟ صممت يا يوسف عشان ما قدرتش ولا هان عليا ان انا اشوفك تاذي نفسك وافضل واقفه ساكته. ماشي، على المهم جميلك ده على راسي. جميل؟ جميل اللي انت ردته لي اهانه وتجريح؟ انا ما كنتش عارف انت عملتي ايه. انا ما كنتش عايزاك تعرف يا يوسف. الحاجات اللي انت مسحتيها دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي. عارفه، عارفة قد ايه الحاجات دي كانت مهمة بالنسبة لك. زي ما انا عارفة ان الحاجات دي هتأذيك جدا. لا ما كانتش هتأذيني. ولا هتأذيني ولا هتأذيكي ولا هتأذي أحد. وبعدين ما حدش يعرف عنها حاجة غير أنا بس. لأن هي اللينك الوحيد اللي بيربط بيني وبينك وبين الدايرة دي كلها. يوسف، هو أنت ليه لازم تفكر وتحلل كل حاجة عشان تعرف تشحتك وتستمتع بيها؟ عشان كده مسحتيها صح؟ آه يوسف، عشان كده مسحتها. عشان لا تأذي نفسك ولا تأذيني ولا تأذي غيرنا. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.